أنا بنتولد في عائلات مليانة قصص وحكايات، خصوصاً لما بنعرف أجدادنا وبيحكولنا قصص عنهم وعن اللي سبقوهم. كتير مننا بيورث حاجات غالية، وأحياناً بنورث حاجات ما بنبقاش عارفين نعمل بيها إيه، وفي الآخر بتترمي. لكن أغلى حاجات ممكن نورثها مش الحاجات المادية اللي ممكن تتكسر وتتبهدل وتضيع، أهم حاجات بنورثها ما بتتشافش بالعين وما بيغطيهاش التراب. فكرة إن ربنا صالح مهما كانت الظروف، أفتكر دي زرعها من بدري قوي بطريقة ما جوايا. بنفتكر إيمان أبائنا وأجدادنا والكلمات اللي كانوا بيرددوها والآيات والترانيم اللي بيحبوها. يقول لي أما الأبرار تقوم كالشمس في ملكوت السماوات. الصبح كده قبل الفطار وقبل ما يصلي كان يقولها: سيدي امتلك حياتي، سيدي امتلك حياتي كرسنا لك. بنفتكر حياتهم وإيمانهم واختياراتهم. دي الحاجات اللي مش ممكن نضيعها وبتفضل دايماً معانا. الإيمان اللي عاشوه واللي حياتهم شهدت عنه، هو ده أهم شيء بنورثه من اللي سبقونا. ممكن تكونوا جايين من عائلات مضيئة ومؤثرة، وممكن تكونوا أنتوا نقطة البداية في رحلة معرفة ربنا. في الحالتين، شجرة العيلة اللي بتثمر إيمان وتأثير وخدمة تستاهل نتكلم عنها، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل جيل ورا جيل. عائلة جرجس إبراهيم تستاهل يتحكي عنها. هو وأولاده من مؤسسين كنيسة الإخوة في ديروت وأسيوط وفي مصر الجديدة. أحفاده خدام مؤثرين في مجالات كتيرة وفي بلاد كتيرة كمان، منهم اللي بدروا في تأسيس بيت السلام في العجمي وبيت المسنين التابع للكنيسة الإنجليزية في مصر، خدموا في مجالات الطب والفن والترنيم والموسيقى، ولغاية النهاردة هم مثمرين ومؤثرين. من أشهر أولاد فهيم جرجس ميري فهيم جرجس، تزوجت سنة 1954 ومعروفة باسم ميري فاضل نسبة لجوزها المهندس فاضل حنا. احنا طبعا من بلد واحدة في أسيوط، بدأت البي ام اي، فكنا في فصل واحد وتربينا مع بعض. كانت انتليجنت بطريقة لما عملوا افتكر اي كيو خدت يمكن 140 حاجة كده زي أينشتاين. فهي الفكرة إن هي من ناحية الأكاديمية أدفانست قوي قوي. ميري فاضل ابتدت خدمتها من وهي عمرها 8-9 سنين. كانت تاخدنا في الرساس بدل ما ناكل ساندوتش ندخل نصلي مع بعض في الربع ساعة. مي ما كانت صديقتي قوي، وبعدين كان في نهضة خلاص نفوس في أسيوط، فأنا وميمي تجددنا في نفس الير في نفس السنة. فقلت لها: اسمع، أنا عندي أصحاب وما عرفش أتكلم كويس، أنت تكلميهم بس أنا هلملك أصحابي. رميت كم بنت كده وابتدينا تتكلم، وعملت النمط بتاع ترنيم في حتة صغيرة كده في الفسحة بتاعت المدرسة. وبعدين لغاية ما تجوزت، وبعدين بعد ما تجوزت تعالي شوفي الاجتماع ده كبر حلو. وخلصنا مرحلة الثانوي وتخرجنا من البي ام اي، والأجل الحظ الحلو رحنا كنيسة واحدة خطيرة. يعني من وهي صغيرة وأنا بتكلم مع صحابها دلوقتي زي مثلا تيتا محاسن أو تيتا نوال أو كده، يقولوا لي هي شخصية كانت كده صاروخ يعني وقائدة، وما تحبش تشوف انه في حاجة مستحيل. ليه مستحيل؟ ما احنا نروح وربنا، ربنا هيدينا الفلوس نبني، ربنا هيساعدنا ان احنا نسافر ونعمل الخدمة المعينة مع واي وام، ربنا يعني فكرة انه هي بتحب انه يبقى في مستحيل وربنا يفتح الباب، يعني هي تحب ده. ميري فاضل أسست بيت المسنين التابع للكنيسة الإنجليزية في مصر، وعملت طفرة وتأثير في النظرة لذوي الاحتياجات الخاصة. برضو إن هي الاهتمام بالضعفاء،
يعني أنا عشان أخوي الأصغر مني عنده نوع من الإعاقة، ده يمكن بالنسبة لها صعب شوية، لأن هي كانت عايزة تديله أفضل شيء، وكانت عايزاه يندمج وينخرط في المجتمع. كانت بتأثر فيا جدا قد إيه تيتا وجده يبصوا على واجي كأنه البركة، وهو فعلا بركة، بركة بركة بركة. He is a blessing. واجي is اللي بيدينا إحساس إن إحنا كل يوم لازم نصحى ولازم نتبسط ولازم نبقى أكتف، ولأنه في طاقة، في طاقة معنا في البيت. كانت لما تبص له تقول له واجي حبيبي كان بركة، كان كل اللي يشوف واجيه كان يفرح بواجيه. واجيه بالنسبة لها مش أقل من أي حد تاني، وكانت دايما بتؤكد على فكرة ان هنا في المجتمع المصري ساعات كتير لو حد عنده إعاقة يخبوه او يعتبروا انه يمكن ده عقاب من ربنا. كنت بشوف طنط ميري واخدة واجي معاها في كل فرح، في كل مناسبة، وفي كل اي مجموعة للعيلة، مجموعة هي عاملة انجاجي الواجي في ايدها وداخلة بيه وبتعرفوا على الناس وعلى الفاميلي، حاجة عادية جداً. ده واجي بيحب كذا، واجي عاوز كذا، بتحترمه وبتقدره. ولما سافرت بيه بعد كده برا وحاجات زي كده قالوا لها فيش حاجة احنا ممكن نقدمها أكتر من اللي انت عملتي معاه. ويمكن هو ده السبب ان هم هاجروا أمريكا يعني بعد كده، لأن هم كانوا عايزين له مستقبل، ان هم مش عايشين للآخر ليه هو وكده، ممكن هو يعيش بعديهم. ده اللي حصل فعلاً، فهو بقى في بيت معين ممتاز بيرعوه وكده، بحيث ان هو يبقى اوريدي عنده نوع من التدريب والتمهيد لحاجه زي كده، ما يبقاش مره واحده. يعني ما حسستش حد ابدا ان وجيه ده لخبط لها حياتها في حاجه. فدي طبعا كانت ممكن تخليها هي ما تعملش اي بقى مجهود، لانه طبعا عندها اوريدي مجهود بتعمله مع الابن الاصغر فوق العاده وعلى طول مستمر. كربطة سيدات كنا عاوزين نعمل مكان للمؤتمرات، وبعدين الأساتذة بتوعها ما بتدي السوسيولوجي وكده قالوا لها ماري، مصر ابتدت تتجه إن المرأة تبقى عاملة والناس الكبار في البيوت مش لاقيين حد يخدموهم، ما بلاش بيت مؤتمرات، ما تعملي بيت مسنين. تحدي كبير كان بناء بيت المسنين بدون وجود هيئة تمول هذا المشروع. ده كان معناها ان كل شوية يعملوا سوق خيري، يعملوا كونسرت، رمزي ياسا يجي يعزف، ويعملوا تيكت. بدينا نجمع تبرعات عشان طبعا مشروع خيري زي كده عاوز تبرعات كتير، فربنا ورانا معجزات ورا بعض. فنشكر يسوع ده من عند ربنا ومن صلوات ميري وصلوات الجماعة بتاعتنا كلها، ربنا عطى المشروع لأكبر مهندسين في القاهرة. كان في إيمان إنه ربنا اللي ابتدأ يكمل. لما ابتدأ البيت المسنين يخلص شوية كان في بقى إيه تحديات أعظم، انه دلوقتي المستخلصات بقت الافات مؤلفه كتيره قوي قوي، والمقاول عايز الفلوس بتاعته ويصلوا بقى، يقعدوا يصلوا، بس تلاقي شيك جه قبليها بليله في المبلغ اللي هم عايزينه، لحد بقى ما جم هيفرشوا بقى. ده كانت مصاريف رهيبه بقى عشان الاجهزه وكده وبتاع. جت اتعرفت على واحده عرفت عن بيت المسنين، هي كونتيسا حاجه زي كده من سويسرا، والست دي كانت جوزها قايل انه لو اتوفى عايز مش عارف مبلغ ضخم جدا يروح لحاجه تقطر على المسنين. فجت اتفرجت على، اقتنعت بالمشروع، فبقيه الفلوس كلها اللي كانت فاضله الست دي دفعتها للمشروع عشان يخلص. انا هبعت لك شيك ب 450 الف سويس فرنك. وقتها كان السويس فرانك اغلى من المصري جامد، فده ساعدنا على التشطيب، فكل حاجه شفنا ايد ربنا فيها. المكان ده كمان ما يميزه انه اتبنى وتصمم لبيت مسنين،
ويعني عايز اعمل شابوه للمهندس اللي فكر يبني المكان ده، لانه ما نسيش حاجه ابدا ممكن افكر فيها النهارده واحنا بنعمل بيت مسنين، برغم ان هو عمله في 89. شوف الناس اللي تبرعونا دول كلها برد من مجهوداتها دي، كلها ناس اتبرعت لنا في البيت. احنا قلنا كل واحد يتبرع باوضه نكتب اسمه، فهم الشابل جابتها ميري باسم اهلها مامتها وبابا، والجراند بيانو ده بتاعهم. والموضوع بالنسبه لها كان كبير قوي، يعني صعب يتحقق بالفكر العادي او البشري، محتاج معجزه. وبعدين افتكرت المعجزه دي المشيان بطرس على الميه، وخدت الصوره دي الاساس الفكري والروحي بتاع رؤيتها. يعني معجزات بصراحه، تحسي انه تدخل الهي عجيب. يعني بيتنا مختلف قوي، مختلف قوي عن كل بيوت العالم. عارفه ليه؟ الاساسيات وستي بصلواتها. أعتقد ما يميز بيت المسنين هو الفكرة جات من ربنا، وهدفه هدف روحي وهدف خدمي. وأنا رأيي شخصياً أنه أكبر رأس مال في أي مؤسسة هي الروح اللي فيها. بس أنت ليه عملتي بيت المسنين؟ وأصلاً يعني ليه؟ إيه الفكرة؟ وبعد كده وقتها برضو أن أنت تبتدي بيت مسنين ما كانتش حاجة مقبولة قوي يعني، بس هي كانت بتقول أنه كانت بتقرا في الانجيل، وفي نفس الوقت كانت بتصلي، وهي بتصلي بتقول يا رب انا عايزه اخدمك، انا عايزه اكون طول او اكون مرنه في ايديك واكون اداه في ايديك، استخدمني. فسمعت وهي بتصلي انه بتعملي ايه للمسنين؟ انا عارفه انت بتخدمي المراه وبتخدمي عندك خدمات مختلفه، بس فكرتي في المسنين؟ تيتا بنت لهم بيت مسنين وهي صغيرة عشان سمعت ده من ربنا، و she took God seriously. الكتاب المقدس بيقول إنه الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. بس فكرة إنه الديانة بجد عند ربنا هي إن أنت تبقى بتفتقد الأيتام والأرامل. تيتا أكتر حاجة كانت بتميزها إن هي مش بس بكلامها بتسبح ربنا أو بتخدم ربنا، هي بأفعالها قبل كلامها. وصلاتها كانت دايماً بسيطة يعني، لكن تطلع من الصلاة دي وحش بقى، تفتح بيت مسنين، تدرس ناس ذوي القدرات الخاصة، ذوي الهمم، بيانو، كان عندها أطفال كتير قوي عندهم توحد بتدرسهم بيانو، كله بالصلاة يا فريدي. هي كانت تقول له كده دايما، كله بالصلاة. Take it to the Lord in prayer. That was her life motto for sure. يعني تيتا حد متواضع جدا جدا جدا، وسر قوتها التواضع بتاعها قدام ربنا. يعني كنا نصلي مع بعض ودايما تقولي تعالي نصلي مع بعض، دي اهم حاجة ان احنا نصلي مع بعض، ده اللي هيدينا القوة ان احنا نصلي مع بعض. فكنت دايما بنصلي مع بعض، وبحسش ان هي بتدور على كلام مجعلص او ان هي تبقى بتوري ان هي حد بقى من ابطال الايمان، خالص خالص. فاي تحدي جالها كانت بتحارب ده من خلال علاقتها بربنا ومن خلال عود ربنا اللي هي كانت مصدقاها في كتاب مقدس يعني. ودي اكتر حاجه لمستني انا كحفيدتها، لانه هي مش مثلا بتكلمني توعظني، تيتا ما كانتش بتعمل كده، هي كانت بتكلمني تقولي تعالي نصلي مع بعض، حكي لي ايه اخبارك. من اكتر الايات اللي بتحبها، استاكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه. فهو مزمور 91 هي كانت حافظاه كله، وكانت تردده دايما لما يبقى في اي صعاب او كده. وساعات كتيره دايما يعني لما كبرت وبعد ما بابا انتقل للمجد، فكانت عايشه لوحدها اكشلي، وكانت ما زالت بتدرس، ساعات ترجع بالليل ويبقى في تلج وكده وهي اللي سايقه. فساعات بتحصل حاجات كده ايه ممكن تبقى خطر شويه،
فهي كانت دايما تصلي وتقول يا رب ابعت ملائكتك تحرسنا. كان فيها حاجه لله في التوقيت، عارفه لما تحسي ان انت مثلا زعلانه من حاجه او متضايقه او تعبانه تلاقي حد كلمك في وقته؟ كانت تيتا دايما بتكلم في وقتها، مش عارفه ليه، بس الاقيها بتكلمني واحس انه ايه ده لسه في حاجه جميله في الدنيا، ايه ده دي فاكراني، ايه ده دي بتسال عليا. انا فاكر كمان اخر مكالمه تليفونيه، يعني قالت لي بص اهم حاجه ان احنا نصلي لاجل بعض. That's the last thing. عشان كده بقول لك يعني this definitely describes her life continuous. اما انا فصلاه. مثلا تيتا كانت نفسها تتجوز مثلا فتقولي بصي انا بصلي لك بس، مش ولا هضغط عليكي ولا اي حاجه، انا كل اسبوع بكلم تيتا نعمات وبنصلي لكل الاحفاد والارتباط بتاعهم زي ما جدودنا صلوا لنا، نصلي للمستقبل. فكل ثلاثة وخميس بنصلي ككبار. واعتقد انا حتى قابلت جوزي السنه اللي تيتا راحت فيها السما، يعني زي ما تقولي كده انه هي فضلت تصلي كتير قوي قوي قوي، وانا كنت اللي هو عندي جزء من السلام اللي جوايا ان انا تيتا سنداني بالصلاه، انا عندي ايمان، انا عندي ايمان ورثته يعني كمان، يعني ايمان عندي حد ملهم. سوري يا كاتب. برضو قابلت كريم جوزي كهدية كده في الوقت في نفس السنة اللي هي راحت فيه السماء، زي ما تقول بعتت لي إن ويه هدية أو ربنا استجاب له صلواتها هي وماما بصراحة قوي قوي. Start smiling. Okay, we can play. يلا. Start. Yes. عندها توازن حلو قوي قوي بين ان هي حد عملي ومثمر وحياتها مبينه قد ايه هي يعني موريه ايمانها، يعني بتخدم خادمه جدا جدا، ولكن برضو مش مسحوله في الخدمه، برضو كانت حد حقيقي وحي، واما بتقعد معاكي ما تحسيش ان هي مثلا مخها في حته تانية او كده، لا حاضره قوي وبتحكي وبتضحك وعايز تعرف اخبارك ومليانه حياه. يعني مش معقول قبلك يعني قبلي بشويه كان فيها تيتا كان ليها تريد مارك ضحكة، يعني مثلا نبقى في الكريسماس أو كده وننكش بعض، أنا وهي ساعات كنا بنقعد وبننكش بعض عادي جدا يعني كده، فأنكشها شوية اللي هي عملت إيه كانت ضحكة سوبرانو خالص وأبقى سامعاها يعني تنور، كانت تلعلع تيتا ضحكتها تلعلع في المكان وضحكتها كانت خطيرة، يعني كانت من القلب قوي قوي. يعني كانت دايما لابسه حلق لولي، عارفه الشياكه بتاعت الزمن الجميل ده، بحس تيتا كان فيها الشياكه دي، يعني اكشلي ده بتاعها والقصاريف ده بتاعها. كانت ساعات تجيب لي كده حاجات صغيره وبحطهم كلهم في بوكس، يعني الحاجات اللي تيتا جابتهم دي هي ده يعني الكنز بتاعي. يعني على البيانو لما كانت بتحط نوتة لاول مره تقراها كانت بتقراها بسرعه قوي، مع ان النوتة في البيانو في ايد يمين وايد شمال وفينجرينج وحاجات مش سهلة يعني. فلا هي دفنتلي كانت يعني شخصية مميزة طبعا. لا شوفي المفروض دي ما تتلعبش ونطلع على طول، تروحي من هنا لكودا. يلا صح كده يبقى نعمل من هنا مثلا. يس. Make my wish come true. بس بعدين Okay. All I want for
يمكن في ترنيمتين بحبهم قوي هي كانت برضو بترنمهم ويمكن الترتيبة الأولى جابتها على اسطوانة كبيرة سنة 70 كانت اسمها أحلى ترانيم لسنة 69 The Favorites of 1969 فهي اسمها Fill My Cup Lord اللي هي ترجمة فد في قلبي واملى حياتي إذ فراغ العالم يرغب بي دي بحبها قوي قوي بصراحة Like the woman at the well I was seeking For things that could not satisfy And then I heard my Savior speaking Drove from my well That never shall run dry Fit في قلبي واملى حياتي إذ فراغ العالم رهيب أنت المنّ النازل من السماء إملاء واشبع عن قلبي السكين حصل عندي نوع من الفرح عجيب ما فرحتش في حياتي والحقيقه ماما كانت طبعا بتعمل احلى ضيافه واحلى خدمه انت ما حاسه كده سايبه شبعتها مفتوحه احنا دايما سنس الامان ده مش عارفين جايبينه منين بس يعني اصلي لاحفادي ولادهم ان لا يفقد منهم ضفر يكونوا كلهم من الرب تربيه وانك تربي اولادك في مخافه ربنا والايمان يشوف حياتك العمليه احسن ناس يشهدوا عنك أهل بيتك. أنا بس أختاره أقدر أكون الرائد لعيلتي إن أنا أقود مسيرة جديدة للرب. أعطينا الناحية بأمانة كما عودتنا أنت يا رب.